نبدأ فقرتنا اقرأ الخبر. وحرص عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق على خوض تدريبات منفردة قبل انطلاق المران الجماعي امبارح يوم الاثنين على ملعب النادي استعدادا لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق بطولة طبعا الكونفدرالية الأفريقية اللي بنتمنى لهم كل التوفيق فيها ان شاء الله. وأدى عبد الله السعيد تدريبات خاصة بالإطالات مستعينا ببعض الأدوات الرياضية للحفاظ على المرونة الجسدية ورفع كمان معدلات اللياقة البدنية. عقد البرتغالي خوسيه جوميز المدير الفني لفريقنا جلسة خاصة مع أحمد مصطفى زيزو لاعب طبعا فريقنا قبل انطلاق التدريبات الجماعية امبارح يوم الاثنين على ملعب النادي. جاءت الجلسة في حضور أحمد مجدي مدرب الفريق ومنح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعب وحرص على الاطمئنان على حالته بشكل كامل إن شاء الله يعود بأفضل حالة صحية ممكنة للاعب. يعني لاعب الحقيقة لا غنى عنه لا بديل عنه زيزو طبعا يعني بنتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله. كمان انتظم محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك في تدريبات فريقه الجماعية واللي أقيمت امبارح يوم الاثنين على ملعب نادينا استعدادا لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. وكان محمد صبحي اشتكى من آلام أسفل الظهر قبل طبعا مباراة الزمالك الأخيرة أمام المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري مما دفع الجهاز الفني لاستبعاده من اللقاء. وشارك صبحي في الفقرة التدريبية الخاصة بحراس المرمى برفقة طبعا كل من محمد عواد ومحمود الشناوي وده كان تحت قيادة لويس بيسانتي مدرب الحراس. قام الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي خوسيه جوميز بتصعيد محمد عبد الفتاح حارس طبعا مرمى مواليد 2005 للمشاركة في التدريبات الجماعية امبارح واللي كانت يوم الاثنين. وأدى عبد الفتاح تدريبات حراس المرمى ده كان تحت قيادة طبعا لويس بيسانتي مدرب الحراس كان كمان برفقة زملائه محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي. وجاء تصعيد عبد الفتاح وفقا أكيد للسياسة المتبعة بتصعيد عناصر من فرق قطاع الناشئين بنادي الزمالك لاكتساب الخبرات مع الفريق الأول. كمان تواجد أحمد مجدي لاعب وسط الفريق في تدريبات الفريق امبارح يوم الاثنين على ملعب النادي وخضع حمدي لتدريبات تأهيلية في صالة الجيم وخاض تدريبات ركض خفيف حول طبعا الملعب على هامش المران وده كان تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال. وبيخضع حمدي لبرنامج تأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة دكتور محمد أسامة بعد انتهائه من المراحل الأولى من البرنامج التأهيلي الخاص ليه ده كان بعد خضوعه من قبل لجراحة الرباط الصليبي. يعقد المؤتمر الصحفي البرتغالي خوسيه جوميز طبعا للمدير الفني بتاعنا لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك في 1:30 ظهر اليوم الثلاث باستاد القاهرة وده قبل مباراة الزمالك أمام بلاك بولز الموزمبيقي في طبعا بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وفي سياق متصل بيقام المؤتمر الصحفي الخاص بالبرتغالي المدير الفني برضو لفريق بلاك بولز اللي هيكون موجود في 1:00 ظهر اليوم للحديث عن المباراة المرتقبة. كمان يعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في 1:30 عصر اليوم يوم الثلاث بأحد فنادق القاهرة. ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات بجانب مسؤولي فريق بلاك بولز وطاقم التحكيم الجيبوتي المكلف بإدارة طبعا المباراة. ومن المنتظر أن يتم خلال الاجتماع الفني الاتفاق على زي الفريقين وبعض الأمور طبعا الإدارية والتنظيمية الخاصة باللقاء نتمنى لهم فيه كل التوفيق إن شاء الله فريق نادي الزمالك. كمان بيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي في 4:00 عصر يوم الثلاث على ملعب النادي استعدادا لخوض مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. سيتم كمان السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف. وعقب المران هيختار الجهاز الفني وقيادة البرتغالي خوسيه جوميز قائمة الفريق اللي طبعا هتخوض المباراة للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي.